كيف سوف تشغل هذه المحركات واحد تلو الآخر بدون أي بطارية؟ نعم، يبقى لدينا السؤال وهو كيف سوف نقوم بتشغيلها بطريقة آمنة ومستمرة دون توقف؟ ببساطة شاحن لهاتف كيفما كان نوعه، نعم، شاحن ذو جودة جيدة الذي تستعمله في شحن هاتفك، شاحن لسامسونج أو أي ماركة كيفما كان نوعه، فقط يكون شاحن هاتف. أي شاحن هاتف أصدقائي سوف تجد لديه رأس الشحن الذي يدخل في البريز أو القابس، وبطبيعة الحال سوف تجد لهم الرأس USB الذي يدخل في الشاحن، وأهم شيء وهو هذا الفيش، الرأس أو الفيش الذي نقوم بإدخاله في الهاتف لكي نشحن الهاتف. هذا الرأس أصدقائي فقط ببساطة نقوم بتقطيع هذا الكيبل من هنا من الرأس بهذا الشكل، لاحظوا. الآن نقوم بتعرية أو كشف هذا الخيط من الداخل. أي كيبل USB لو قمت بتقطيعه بهذا الشكل سوف تجد 4 خيوط، الأحمر والأسود والأخضر والأبيض. ما يهمنا في أي كيبل USB وهو لونين فقط، يعني الأحمر، إذا لدينا الأحمر ماذا ينقصنا؟ الأسود، فهو قام بتغييره بهذا اللون الداكن، بينما الأبيض والأخضر فهما ليست لديهما أي استفادة. نقوم بتقطيع الخيط الأبيض ونقوم بتقطيع الخيط الأخضر. إذن وبالتالي كما تلاحظون فهذا الشاحن، يعني الذي كنا نستعمله في شحن الهاتف، أصبح مثله مثل هذه البطارية أو هذه البطارية، يعني يمكننا استخدامه في مجموعة من التجارب أو الاختراعات أو الابتكارات داخل المنزل دون أن نخاف من أن تفرغ لنا هذه البطارية مثلا. إذن ما ينقصنا فقط سوى أن نحضر موزع أو لارونج بهذا الشكل ونقوم بتركيبه مباشرة على هذا الشكل، وبطبيعة الحال نقوم بتوصيل الكهرباء بشكل جيد. الآن مباشرة فالشاحن يعطينا الكهرباء، يعني تصل قوتها 5 فولت، 5 فولت مثل ما لو يشحن لنا هاتف محمول، وهذه الطاقة 5 فولت فهي تقريبا تشابه البطارية التي فيها 3 فولت، يعني هذه البطارية وهذا الشاحن فهما تقريبا لديهما نفس الدور، وسوف يشغلون لنا سواء المحركات صغيرة أو مصابيح صغيرة. نحن سوف نجرب أهم شيء وهو أن المحركات الصغيرة تشغل، يعني ليس هنالك أي مشكل. إذا نقوم بالتجربة أمامكم، كما تلاحظون فهو المحرك شغال، كما تلاحظون في المحرك الأول شغال. أقوم بتجربة تشغيل المحرك الثاني، لاحظوا كذلك لديه 2 من الأسلاك. إذا أقوم بوضعها بهذا الشكل، لاحظوا كما تلاحظون فكذلك هو شغال بنفسه. إذا أقوم بالمرور إلى هذا المحرك الآخر أو الديس موتور كذلك الآخر، لاحظوا قوته كذلك، كذلك فهو كذلك شغال بدون أي مشاكل، لاحظوا. والآن نقوم بتجربة يعني المحرك الآخر الذي يوجد فيه مروحة. إذا لاحظوا أمامكم، اسمعوا الصوت، يعني الخيوط التي تخرج من الشاحن فهي مرتبطة مباشرة مع المحرك. إذا أدخله مرة أخرى، لاحظوا كما ترون أصدقاء فهو شغال من دون أي مشاكل. يعني متى سوف ينطفئ هذا المحرك؟ ينطفئ يا إما أن أقوم بنزع هذه الخيوط أو أن أقوم ب يعني سحب الشاحن. إذا سوف أقوم بسحب الشاحن، لاحظوا لقد انطفأ. أقوم بتشغيله مرة أخرى كما تلاحظون، لاحظوا قوته أصدقائي، اسمعوا هو قوي جدا. والحل الثاني هو أن أقوم بفتح الخيوط مثلا بهذا الشكل، كما تلاحظون فقط يعني توقف بشكل عادي جدا. وبالتالي أصدقائي في هذا الفيديو حاولت أن أختصر لكم أبسط وأسهل طريقة لكي تقوم بتشغيل هذه المحركات يعني الصغيرة والقوية في المنزل بدون أي حاجة إلى هذه البطاريات التي لن تحتاج إليها في أغلب الأحيان. وبالتالي يمكنك مثلا عمل مروحة أو مجموعة من الاختراعات، خصوصا لو كنت تحب تشغيل هذه المحركات وعمل بعض التجارب، فسوف تشغل مباشرة بهذا الشاحن أو شاحن لهاتف كيفما كان نوعه دون أي مشاكل. فقط ركزوا على أن يكون الشاحن ذو جودة جيدة، فقط هذا ما يهم. المهم إن أعجبكم الفيديو أصدقائي رجاء قوموا بتشجيعنا وعمل لايك، تعمل لنا لكي نستمر.